حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد التحية. طبعا في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم، هاجم وزير الخارجية المصري سامح شكري في مندوب قطر في الجامعة بعد حديث الأخير على أن إجراءات الدول الأربع من بلاده غير مقبولة تمس السيادة. ما تعليقك حول ذلك؟ يعني اعتقد انه رد وزير الخارجيه المصري سامح شكري كان له ما يبرره، لانه يعني استمعنا الى كلمه المندوب القطري فيها طبعا انتقادات وفيها تهجم وفيها نفس الخطاب الذي بدانا به الازمه. يعني لو تعملي تحليل مضمون للكلام، نفس المغالطات ونفس يعني الحوار السياسي المراوغ والتاكيد على فكره الحوار وان قطر تتعرض للحصار. لكن الرساله انا اظن انها مهمه أنها تطلق من جامعة الدول العربية، وكأن المندوب القطري يريد أن يذكر العالم بأن هناك حصار، وأن هناك وليست مقاطعة، وأن هناك لغة الحوار المستمرة، وأنه يجب أن يكون هناك حوار بصورة أو بأخرى. طبعا في انتقادات كانت بطبيعة الحال لمحاولة فرض، كما ذكر وتزعم المندوب القطري، بأنه هناك من يسعى لفرض الوصاية وفرض سياسة الإملاءات على إمارة قطر وغيرها. لكن أنا أظن أنه الخطاب القطري الذي سمعناه في القاهرة اليوم هو ما سمعناه في مجلس حقوق الإنسان منذ بدايات الأزمة، وكأننا نعود المربع رقم صفر مع اقتراب الأزمة إلى 100 يوم. فالخطاب السياسي والإعلامي لم يتغير، بالعكس ده حمل يعني مزاعم وأكاذيب حقيقية حول ما تقوم به الدول الأربعة المقاطعة. وبرغم أن هذه الدول الأربعة ما تزال ترفع شعار الحوار، وبرغم ممارسات الوسيط الكويتي على الأرض ومحاولته تجميع الأطراف، لكن أعتقد إن سامح شكري لقن المندوب القطري درسا في أدبيات الدبلوماسية. نعم، من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.